بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله شباب حنبدأ بشابتر جديد للفصل الباب الرابع أو الفصل الرابع في المادة، واللي بيتكلم على الكوردينيت سيستمز أو نظام الإحداثيات. النظام الإحداث حنغطي في المواضيع في الشابتر هذا الكارتيزان كوردينيتس أو المحور المحاور الديكارتية أو الكارتيزي ديكارتيزي، الأكسيال سيستم المحاور الرئيسية في السيستم، والمسافة بين أي نقطتين. حنتكلم على المساحة لأي شكل في 2D، وحنتكلم على البولر سيستم كنظام للكارتيزيان سيستم مقابل للكارتيزيان سيستم، وحنتكلم على السفيريكال، وحنتكلم على السيلندريكال كوردينيتس. هذه هي عبارة عن نظم إحداثيات غير الكارتيزيان اللي احنا بنعرفه. طبعا من أهم التطبيقات اللي ما بنشوفها في حياتي اليوم اليومية اللي هي الجوجل ماب أو المابس على الجوال بشكل عام، هل تستخدم أو تستخدم نظام الإحداثيات من أجل الوصول للخرائط. لو أنت كنت مثلا في غزة وبدك تصل لمنطقة معينة في خان يونس أو في رفح، ممكن تستخدم إيش؟ الجوجل ماب. طبعا بعتبر على نظام الجي بي أس الجلوبال بوزيشنينج سيستم، بروح بدي إحداثية إكس وواي، أنت وين موجود، التارجت تبعتك إكس واحد وواي واحد، وبناء عليه برسم لك المسار اللي بده يوصلك للنقطتين اللي موجودات عنده. طبعا كل هذا هي عبارة معلومات اوريدي موجودة في السيستم، بس الفكرة في تمثيلها بشكل بياني او بشكل رسومي على الشاشة عندك. من اهم التطبيقات اللي بنستخدمها في الجرافيكس مع الكوردينيت سيستمز، اللي هي موضوع ان اخذ سيستماتيك او ايش بنسميها، نعم سيستماتيك درو، او ارسم ضمن نظام معين. بنشوف الزخارف اللي زي هاي، مزبوط، بنشوفها باستمرار. الزخرفه هاي عباره عن بعض الاشكال الهندسيه الحره، مزبوط، بس ايش بتتسم الرسمه ككلها؟ الانتظام. طيب اساس الانتظام انه لو انا تخيلت الرسمه هاي أربع أقسام، انعكاس أو صورة، انعكاس الصورة، انعكاس البارتها. يعني عادة في الجرافيكال لما تيجي تستخدم الكمبيوتر في الرسم، أنت مش ضروري تعتمد 100% الرسمة كاملة، فبتركز على نص الرسمة. على سبيل المثال كانوا يعلمونا زمان لما بدك ترسم فراشة أو بدك ترسم مزهرية، ارسم نصها فقط، تمام، والنص الثاني اقلب الورقة على الوسط وحاول ايش حبر تحبير، حتحصل معاك فعليا رسمة منتظمة. وهان نفس الكلام، لانه النظام اللي عندنا هان الكارتيزيان سيستم، هاي الربع الرسمة هاي في الربع الاول، عشان تكتمل الرسمة بدي اروح اعمل انعكاس حول محور الاكسل اكس اكسس، ولا لما صار في انعكاس صار في عندي هاي نص الرسمة العلوي، عملت للرسمة النص الكامل الان العلوي هذا عملت له انعكاس حوالين الاكس اكسس، تمام، حصلت على الصوره بشكل كامل. وانت فعليا لو تخيلت في الرسمتين اللي موجودات عندي هان اللي يعتمدوا على الكارتيزان سيستم، فعليا في تماثل او في انعكاس واضح للجزء اليمين او اليسار او العلوي او السفلي للصوره اللي موجوده. طبعا حد فيكم شاف دع سوق قبل هيك خضره ماريو، تمام. طيب تعال في المقابل نشوف الرسمات اللي موجودة عندنا هان، شو لها علاقة بالكارتيزان سيستم هاي؟ لها علاقة بالكوردينيت سيستم، تمام. هذه الرسمات الشباب نعتمد فيها احنا على الاكس والواي، والاكس والواي المحاور السين وصاد، هذول المحورين الرئيسيين. لكن في محاور مقابلة أو في نظم للكارتيزيان سيستم، نظم مقابل عفوا للكارتيزيان سيستم، اللي منها على سبيل المثال البولر سيستم أو النظام الدائري إن شئنا نسميه. الفكرة فيها إنه بيعتمد على زاوية ونصف قطر، بيعتمد على زاوية ونصف قطر، وبصير النظام الرسمي اللي عندي نظام دائري. فأنت فعليا النظام اللي اتصلت عليه الزخرفة هاي أو الدب هذا هو عبارة عن بولر سيستم، او لو طلعت على الخطوط اللي مش واضحه كثير عندنا هنا على السبوره، هي عباره عن دوائر كوردينيتس، بتكلم على نصف القطر وبتكلم على الزاويه اللي انا رسمت فيها، وبالتالي بقدر احصل على نظام
كويس. طبعا بالاضافه للرسم انا فعليا الكارتيزيان سيستم او عفوا الكوردينيت سيستم بشكل عام يستخدم بشكل كويس بشكل محترم في الحياه اليوميه، ومنها زي ما قلنا في موضوع الجي بي اس ووصول الخرائط. هنبدا مع الكارتيزيان بلين. بلين مسطح، تمام؟ بلين مسطح. لما انا بتكلم البلين هذا وذ ريكتانجولر، ايش ريكتانجولر شباب؟ مستطيل. مستطيل ريكتانجل، ريكتانجل مستطيل. ريكتانجولر معناته انا قاعد بتكلم على نظام ابن احداثيات على شكل نظام المستطيل. ليش نظام المستطيل يا شباب؟ ليش ما قالش المربع؟ ايوه، في المربع، في المربع في اشاره واضحه انه كلهم بيعتمد على انه كل السايدز او كل الاضلاع متساويه، ولما عاده بنقول لك اديني مساحه المربع بيقول لك ضلع تربيع وبتسكت. بينما لما باجي بقول لك المستطيل اديني مساحه المستطيل بتقول لي الارتفاع في الطول او الارتفاع في العرض، طول في العرض سميها زي ما بدك، بتتكلم على تو ديفرنت سايدز، دلاله على انه في عندي ضلعين مختلفين كذا. وهنا بدي أكد لك على نفس المعلومة انه انا فعليا بعتمد على قيمتين مختلفتين اللي هما الاكس والواي، ممكن يكونوا متساويات في لحظة ما، لكن الاساس انه القيمتين هدول انهم حيكونوا مختلفتين في السيستم اللي موجود عندي هن. طيب، وبالتالي النظام هذا Rectangular Coordinate System بيعتمد على ارتباط النقطة بقيمتين، تمام؟ يعني الآن لما بتكلم على الكوردينيت سيستم هاي البلين، بتكلم على نظام نقطة، هاي النقطة. طب ايش النقطة هذه عملت؟ عملت المستطيل هذا، مظبوط؟ النقطة هذه لها احداثيات او مرتبطة بزوج من الارقام اللي هم حسب القيمة اللي عندي هان، ببدأ بالاكس وبعدين بتكلم على سالب 2 و 3، سالب 2 و 3. الآن مش قضية سالب ولا موجب، في الآخر احنا بنتكلم على الفلية، بنتكلم على نقطة وحسب الاتجاه اللي موجود عندي هان الرسم. طيب، في أي مشكلة في التعامل مع الكارتيزيان شباب؟ يعني لما أنا بجيب لك المحاور، أساس الرسم عندي المحاور، تمام، والتقسيمة، ضروري جدا اذا انت بدك تقسم المحاور تقسمها بيونت متساويه، تقسم بيونت متساويه. واذا بتتذكر دفتر الرسم البياني اللي كنا نشوفه زمان، المربعات الصغيره هاي كانت كلها ايش؟ يونيفورم او لها نفس الحجم، تمام. طيب، بالاضافه ل الرسمه اللي موجوده عندنا هان، ايش انا بستفيد من الكارتيزيان سيستم؟ تمام، تحديد موقع النقطه، ممتاز. احداثيات الشكل، غيره او موجب غيره شباب. الان بقدر اقول لك انا في عندي رسمه او في عندي اربع نقاط موجودات، صفر وصفر، صفر وثلاثة، ثلاثة وصفر. اديتك ثلاث نقاط انا الان، مظبوط؟ ايوه، صفر وصفر، صفر وثلاثة، ثلاثة وصفر. الان قد ما بدك تتخيل هذول اكثر شغلة ممكن تصلها انت لو انا رسمت خطوط ما بين النقاط الثلاثة هذه، بحصل على مثلث. طب بس المثلث هذا وين رأسه؟ بأي اتجاه؟ قائم الزاوية ولا غير قائم الزاوية؟ بدك تدخل في مجموعة من الحسبات عشان فعلا تقدر لي فعليا هل هو ايش؟ مثلث قائم الزاوية او لا. بينما لو انا اجيت رسمت لك هاي صفر وصفر، النقطة الثانية صفر وثلاثة، ثلاثة وصفر، وبالتالي صار اداني او بوفر لي اياه بشكل فيجوال.
بشكل مرئي، ورجال النقاط مع بعضها او علاقتها مع بعضها. حتى لو شوف، لو انا فعليا محطة الكاش الخط او المستطيل او عفوا الخطوط ما بين النقاط وقلت لك هاي النقاط لحالهم، مباشرة حتقدر تتخيل المثلث اكثر ما انه انا زودتك بايش؟ بالنقاط الموجودة. وبالتالي بالاضافة للاسوشيشن وتحديد مواقع النقاط صار بديني آلية من اجل تمثيل مرئي للنقاط وعلاقتها مع بعضها. من اهم التطبيقات يا شباب، الان تخيل ان النقطة هذه هي عبارة عن غزة والنقطة هذه رفح، تمام؟ الان عشان تصل لازم تتبع مسار موجود. ايش المسار الموجود؟ يعني بنفعش اشتغل ايش بشكل قطر، بنفعش، بدك تمشي على النقاط اللي موجودة. وهذا اللي فعليا بصير في نظام في نظم المابس الموجودة، هي عبارة عن مجموعة من النقاط. خلصت الطريق من هان تطلع، هي هذا واحد من البوسب الروتس اللي بيكون موجودة عندك، واحد من المسارات المحتملة اللي ممكن تتبعها، ممكن يكون فيه تاني، تمام؟ بعد هيك بتدخل البرنامج يحدد لك اقصر الطرق الى اخره، بس في الاخر انا بقدر اشوف العلاقه بين النقطتين واقدر المسافه اللي موجوده بينهم بحسبه معينه، تمام؟ الان اي نقطه في الكارتيزيان سيستم او على الكارتيزيان بلين بتم تمثيلها اوردرد بير. ايش يعني اوردرد بير؟ ايش يعني زوج مرتب يا محمد الباز؟ ايش يعني زوج مرتب؟ ايش يعني اكس وواي؟ ليش قال عنه زوج، قال عنهم زوج مرتب؟ لانه بينفعش ابدل قيمه الاكس في مكان الواي، بينفعش. هذه لا تساوي واي واكس الا لو كانت اكس تساوي واي، مثل عنده نقطه صفر وصفر، صفر وواحد، هذا بصير. لكن الوضع العام لا تساوي. طيب ولاحظ دائما بابدا بالسين بالاكس اكسس، ببدا محور الاكس اكسس من اجل تعريف النقطه اللي موجوده عندي هنا. وبنسمي اكس وواي نسميهم الكوردونيت، الاحداثيات الخاصه بالنقطه بي اللي موجوده عندنا هنا. طيب الاشكال الهندسيه، اشكال الهندسيه بشكل عام او حتى المعادلات الرياضيه الكيرز، دائما بنرسمها عشان ايش؟ نحاول نستنبط الداله بشكل اوسر اكثر. واذا بتتذكر لما تكلمنا على تان ثيتا تكلمنا على الدومين، صح؟ ايش قلنا الدومين يا شباب؟ او من صفر لمية وثمانين. مين بعيده شباب من صفر لمية وثمانين؟ مين بعيده؟ انا بقول غلط. عارف ليش؟ لانه كوزاين التسعين هي المشكلة، كوزاين التسعين هي المشكلة. ما تنساش التان هي عبارة ساين على كوزاين، كوزاين تسعين صفر، يعني حصير فيها قسمة على صفر، هان تصير الدالة غير معرفة. لكن احنا بسطنا الدالة المرة الماضية على الاخر لما جينا رسمنا، قلت لك هاي الصفر موجودة هيك، كانت التان مرسومة معنا بالشكل هذا، مظبوط. وبالتالي صارت الرسمة الرياضية لما شفت صورة الدالة قدرت استوعب فعليا الدومين بشكل اسرع. وبالتالي الكارتيزيان سيستم ممكن يسهل علي فهم الدوائر الهندسية. وهذا الكلام فعليا لانه البيرز اللي موجودة عندي هان اكس وواي، طب ما هي هذه بقينا احنا نقول اف اوف اكس اللي هي بين قوسين الواي تساوي، تمام؟ المعادلة اللي عندي الاكس من الدومين والواي الرينج، وقلنا هي عبارة عن اسوشيشن ارتباط. الان في دالة الاكس تربيع، الاكس تربيع، تمام؟
سالب 2 4 2 4 مظبوط. صرت أتكلم على سالب 2 بتعطيني 4 و2 بتعطيني 4. هل في غيرهم؟ مش هذا هو عبارة عن ارتباط association حسب الدالة، حسب تعريف الدالة. وبالتالي الدوال ممكن تكتب على صورة أزواج مرتبة، على صورة أزواج مرتبة. وبالتالي صار في عندي الآن أنا بقدر أجيب مجموعة النقاط مجموعة نقاط الفانكشن واعتبرهم عبارة عن list of coordinates، مجموعة من النقاط للدالة، ومن ثم بقدر أحصل على الشكل تبع المعادلة الرياضية أو للجيومتريك شيب اللي موجود عندي. تمام يا شباب؟ احنا شفنا الجرافيكال فانكشن سابقا، مظبوط؟ قلنا هاي في عندي معادلة خطية لينير، كوادراتيك، كيوبيك، تريجونومتريك. ليش؟ لانه في عندي الساين والكوزاين. تمام؟ طب هذه الدوال فعليا الواي اللي سميناها وهذه سميناها فاريبل، بس الفراغ اللي انا بكتبه هان في له مصطلحين مهمات، في عندي ديبندنت وفي عندي اندبندنت، وانا دائما بعتمد على الديبندنت فاريبل اللي هو الاكس من اجل تحديد الاندبندنت، مظبوط؟ بعتمد على المتغير المستقل عشان اجيب قيمه المتغير التابع، والزوج المرتب بيبنى دائما يا عيني عليكم صح النوم. مين قاعد بتكلم؟ واحد اللي صاحي. انا قاعد بتكلم بقول دبي مستقل وبقول تابع، ورحت في الكلمات ايش سويت؟ الواي هي الديبندنت وهذه هي عبارة عن اندبندنت. طيب ماشي الحال. الان كمان مرة، اكس هي المتغير المستقل اندبندنت، بعتمدش على حدا اندبندنت. لان شباب النفي تبعت الديبندنسي. طيب anyway، وبالتالي انا دائما بابدا بالاندبندنت فاريبل اكس من اجل الوصول للديبندنت فاريبل واي. الان في ايش المعادلات الرياضيه هذه؟ اذا انا فهمت انه كل معادله رياضيه بقدر اشكلها بزوج مرتب على الكوردينيت سيستم او على الكارتيزيان بلين، هل هذه المعادلات ممكن تخدمني؟ اه ممكن تخدمني. الان هذه المعادلات ممكن تستخدم في الكمبيوتر انيميشن، في رسومات الحاسوب او تمام او الحركه بالحاسوب، من اجل التحكم في الحركه. انا بدي اعمل حركه لولبيه، هل في مجال الاقي فانكشن تحكمها؟ حرام عليك يا راجل، في حد بيقدر يذكرني فيها؟ ايوه ايوه، ما هي الحركه اللولبيه اللي بتعملها الرصاصه في الخارجه. الان هذه الحركه اللولبيه في حد بيتذكر وين ظهرت معنا الحركه هذه؟ في الامجينري نمبر، في الاي، لما تكلمنا على الكومبلكس نمبر وقلنا واحده من تطبيقاتها اللي بتستخدم في تصميم الدوائر الالكترونيه، ومن ثم الحركه اللولبيه اللي موجوده عندنا. تمام؟ وبالتالي صار في عندي انا فعليا اكس وواي. هل طيب حركه، هل ضروري كل حركه حركه لولبيه؟ لا. طب انا في عندي كمان لما رمينا نقطه الحجر في بركه الميه، تمام، هذه موجه، وبالتالي استخدمت الساين والكوزاين. طيب اللايت، الاضواء، انت الان في عندك شمس فوق وفي عندك شجره هان، كيف بدي ارسم شجره؟ anyway، وفي عندك شجره هان وبدك ترسم، بدك ظل. طب عشان تجيب الظل ايش بلزمك؟ بلزمك تحدد النقطه اللي هان
والنقطة اللي هان عشان تقدر تجيب ايش؟ خط مستقيم يلتقي مع نقطة هان، وبصير بقدر ارسم الظل ما يزيدش عن حجم المثلث اللي موجود عندي هان ولا لا؟ يعني ممكن الظل تبعها يكون هان، الشادو تبع الشجرة هاي يكون فعليا هيك اكبر من المثلث؟ مستحيل. دائما هو ايش اللي بيحدد الظل يا شباب؟ الضوء. الضوء المنطقة اللي بيصلها ضوء الشمس، حرام عليك، المنطقة اللي بيصلها ضوء الشمس ايش فيها ظلة؟ يعني الان ما اللي تحت الخط، اللي تحت الخط فيش فيها ضوء شمس، مظبوط؟ وبالتالي ايش؟ منطقة مظللة هاي، واللي فوق الخط. ليش وقفنا عند النقطة هاي؟ لانه هنا فعليا اخر نقطة صار في التقاء للشمس مع الارض، وبالتالي بعد ما دون هيك اذا ما فيش شجرة تاني المنطقة هذه مشمسة. طب كيف بدي اجيب هذا الكلام؟ باعتمادك على الكوردينيت سيستم من اجل الرسم الصحيح. تمام. بعد هيك ممكن انا استخدم او استخدام الفيرتشوال كاميرا، زاوية التصوير. الان تتذكر لما قلنا لك لما انا بقرب بعمل زوم، تمام، او بابعد ايش بزيد فيه عندي؟ بالتفاصيل اكثر، او بين قوسين زاوية الرؤية او اتساع الرؤية ايش بتزيد. انا فعليا زاويتي ثابتة، بس العمود المقابل هاي مثلث. على فرض انا واقف هان، انجل اوف ديبريشن وانجل اوف اليفيشن وارتفاع، هذا المفروض يساوي هذا. لما انا بقدم بقف هان بصير اقف بصير اشوف اقل، لانه نفس الزاوية هان هي نفس الزاوية الهان ولا؟ وبالتالي انا صرت برضو عبارة عن نقاط، كل ما بقدم او برجع بتختلف النقاط اللي عندي، وبالتالي بتختلف زاوية الرؤية، وهذه بتمثلها نلزمنا لما نتكلم على الفيرتشوال كاميرا وتحريك الفيرتشوال كاميرا. وبالتالي بدل ما اتكلم انا على ريليشن بين اكس وواي، اروح اكتب المعادله اكس بتساوي واي بتساوي ام اكس زائد سي. بقدر ايش اروح اسوي فيها شباب؟ اروح ارسمها، ارسم الداله اللي موجوده عندي هان. وبالتالي بتصير الداله هذه او الرسمه تبعت الداله هي اللي ممكن انا امشي عليها الموفمنت. مش بس هيك كمان، لو انا جيت قلت لك كالتالي، هي على الكارتيزيان سيستم انا في عندي النقطه هذه اللي هي 1 و2 او 1 و2، اوكي 1 و1 مش قضيه كتير، وهذه النقطه بدي اعمل لها انعكاس، بدي اعمل لها انعكاس حول الواي اكسس، انعكاس حول الواي اكسس، معناته بدي احط. ليش تخفيش عاد التخيل، الانسان التخيليه الان انعكاسها حتصير هان، تمام. طب هذه حتكون -1 و1. ليش هذا الكلام صار؟ لانه فعليا في عندي معادله خاصه بالانعكاس، انعكاس حول محور، معناته بثبت القيمه تبعت المحور هذا المطلوب. ايش قاعد بقول لك؟ انعكاس حول الواي اكسس، ثبت قيمه الواي وغيرت اشاره مين؟ الاكس اللي هو المحور الثاني اللي موجود عندنا هان. وحنشوف هذا الانعكاس والروتيشن في المحورين على الاكس واي وعلى الاكس واي زد. ايش بتقول؟ السين هيو، الواي هو الواي هو محور الصادات مش السين. طيب وبالتالي انا صرت ممكن اعتمد على المعادلات هذه، لانه هيك حاجه اقول له انا اكس او في الانعكاس الواي بدها تساوي واي والاكس بدها تساوي ماينس اكس. هذه المعادله اللي صارت اللي موجوده عندي هان، وبهيك صرت انا بقدر او بأضمن انعكاس حول الواي اكسس. هات لي اي نقطة، لو كانت النقطة هان 1.5 و -5، اعتبرها انها نص وسالب خمسة، انعكاسها -0.5 و -5، انه حسب المعادلة الواي ضربين ثابتة، هيها هان بتكون. طب هذه شو فقط عن هذه؟ سالب نص
وسالب 5 للواي، قيمة الواي لم تتغير. وبالتالي صار في عندي معادلات، معادلات رياضية إلها حركة أو إلها شغل أساسي في موضوع الجرافيك. هاي الآن عملت انعكاس، طب لو أنا في جبت عندي مكعب والمكعب هذا بده عمل له روتيشن، بده يتشقلب، بده يرميه على الأرض زي ما بنرمي حجر النرد مثلا، أو جبت كورة، جبت كورة وبدي أخليه بحرجها على الأرض، مش منطق. ولا أنت حتستغفل المشاهد وتروح تجيب له صورة تمام وتقول هاي الصورة ليش قاعدة تدحرج، لا بنفعش. بدك فعليا تعمل ريال اوبجكت، بدك تعمل كرة حقيقية سفير تمام، وتكسيها بطبقة معينة، ماتيريال معينة اللي هي الجلد مثلا، لتخيل كرة سلة اللي هي الماتيريال تاع كرة السلة. ولما تعمل، لما بدك تشكل الدحرجة بدك تتكلم على روتيشن. ايش الروتيشن؟ هو عبارة عن الدوران، روتيشن. وبالتالي صارت المعادلات الرياضية هذه جزء أساسي أو جزء أصيل من الحركة اللي موجودة عندنا. طيب، وبالتالي صار في عندي أنا بدل ما أتكلم على العلاقة بين X و Y، الجرافس أو الرسومات بتشكل الريليشن بين الأكتيفيتيز زي الحركة والروتيشن والسايز واللايتنس الإضاءة واللون في مقابل الزمن. يعني بكني بدي أتكلم انه انا بدي اصير ابني المعادلات الزمن، المعادلات تبعتي تبعا للزمن، الموفمنت بعد الحركة او المقذوف هذا اللي انا رميته بعد نص ثانية وقديه هون بده يكون تمام، قديه هون بده يكون بده يوصل. هذا صرت انا بتكلم على حركة مع زمن، بدي اتكلم روتيشن، بدي اعمل دوران، سرعة الدوران قديش بدها تكون في الثانية. هذه كلها عبارة عن معادلات لازم تتحقق من ناحية رياضية، ومن ثم رسمها بتم على الكارتيزيان بلين اللي هي X و Y. هذا ما مش شغال. مثال، الرسمة اللي على اللوحة بتمثل العلاقة ما بين البرايتنس شدة الإضاءة أو الإضاءة تمام مع الفريم نمبر. وانا بتكلم الفريم مش عادة بالفيديو، بنيجي بنتكلم الفيديو هذا يمثل فريم بير سكند، باجي بقول 25 فريم بير سكند. ايش يعني؟ الفيديو هو عبارة عن مجموعة من الصور الثابتة اللي بتم عرضها بشكل متسلسل، بتم عرضها بشكل متسلسل. الان الصور هذه يا محمد اذا انعرضت بسرعة، يعني حطيت قول مثلا 50 فريم في الثانية، بتحس الاحداث كيف ماشية طيارة. واذا قللت الفريمز هتحسها ماشي ببطء. المثال اللي انت بتقوله دليل واضح على انه فعليا اي موفي هي عبارة عن، طبعا اتكلم عن الانيميشن، هي عبارة عن مجموعة من الصور. الان لو انت جربت تمسك دفترك تمام، وعلى مثلا على 10 صفحات متتاليات بديت ترسم نجمة فقط في قمة الصفحة، والصفحة اللي بعديها عملت إزاحة بسيطة للنجمة، واستخدمت نفس مقدار الإزاحة هذه على كل الصفحات المتتالية، ومسكت الدفتر وعملت كرتهم هيك دور بعض، بتحس انه النجمة فعليا قاعدة ايش. وهذا هو اللي بيصير في الكمبيوتر. انا خلال الفترة الزمنية هذه، تلاحظ انت لما نقول لما فتلت الورق عن بعضه بشكل سريع كم ثانية أخذت بين كل ورقة والثانية في أجزاء من الثانية فعليا. الآن لو كان حجم الورقة اللي بينعرض سريع حتحس انه في قفزات ليش لصورة، مش حتقدر تضبط الحركة بشكل. ولو كانت يعني كل ثانية تعرض لصورة بتحسها بطيئة بشكل مميت. تقريبا 25 فريم بير سكند افريج، افريج للشغلات اللي موجودة عندنا. anyway الان هذه الريليشن بتقول لي انه شدة الاضاءة البرايتنس تمام بتتغير مع مرور الزمن، بتتغير مع مرور الزمن. ليش؟ شدة الاضاءة برايتنس او الضوء في تيار مثلا متردد. انا بفترض انه والله هان الشمس تمام، في الشمس لها حركة، وفي نفس الوقت في الموفي عندي في مجموعة من الكلاودز
بدها تمر حتلتقي الشمس والكلاود في المنطقة هذه، فشدة الإضاءة كيف حتصير؟ حتقل حتعتم، وبعد هيك لأن الكلاود سرعتها وماشية أكثر من سرعة الشمس حتروح وحترجع إيش؟ أو حتطلع الشمس لإضاءتها أو لغروتها وتوصل الضوء الموجود. هذا كلها عبارة عن functions أنت بتستخدمها بشكل فعلي عشان تضبط، وغالبا حتلاقي البرنامج جاهز بقول لك هاي الكيرف تبع الإضاءة شكله، بتصير أنت ممكن بالماوس تبدأ ترفع وتنزل في الكيرف اللي موجود عندك ومباشرة تشوف الإفكت تبعتها على الشيب اللي موجود. يعني في أنا فعليا في عندي ارتباط وثيق ما بين الكارتيزان بلين والفانكشن والجيومتريك فانكشنز أو الجرافيكال فانكشنز أو الفانكشنال الماثماتيكال فانكشن بشكل عام. جيومتريك شيبس متريك ايش يا شباب؟ تري جيومتري قلنا عبارة عن اختصار لايش؟ حساب المثلثات. تري أو تراي ثلاثي، جونو اختصار على المثلثات، اللهم صل على سيدنا محمد، بوليجون بوليجون تمام، ومتريك متري او قياس. جيومتريك شغلتين، جو يعني كنا بتكلم على جزء من الجغرافيا او رسم، وبتكلم على متريك شغله ايش مضبوطه بقياس، يعني الشغله مش عشوائيه، شغله مش عشوائيه يعني انا بتكلم على جيومتريك. الان كل الجرافيكس بالكمبيوتر في الجيومتريك كان اما بتكون 2D او 3D، وهذا بنقول عنها 2D shapes اشكال او 3D objects مجسمات. هذا شيب، اوبجكت 2D. 2D يعني فقط انا بتكلم في بعدين اللي هما 2D X و Y طول وعرض. بتكلم في الاوبجكت بتكلم في ثلاث اتجاهات، 3D object X Y و Z. تفضل اللي بتنحنح. طيب البوليجونز السيركت الكيرفز كلها عبارة عن شيبس. طيب اوكي هدول بنعرفهم، ابو هدول شو رايكو؟ اوكي الرسمة الاخيرة تمام، مكسرات مش غلط برضه او شيبس، الله يعينكم شباب. هي واضحة عبارة عن مجموعة من البوليجونز تم تجميعها مع بعض باعتمادنا على المثلث فقط تمام، ووضعت بشكل منتظم. طب هاي فيها روتيشن، وفي هي عبارة عن مجموعة من اللاينز تمام، لأن قاعد بتكلم هي عبارة عن arbitrary curves، لكن الكيرف هذا أنا ضبطته. يعني تتخيل، تخيل لو أنا أجيت كالتالي، الكيرف هذا لأي بال يا شباب؟ عفوا ايوه اكس تربيع. طيب لو انا اجيت وبدأت اعمل شيفتنج للكيرف هذا هيك، اعمل له ازاحه تمام، وممكن انا اغير على المعادله كمان عشان ابدا ايش كل واحد يبدا يتشابك مع الثاني. بعد فتره من الزمن لانه الاشكال اللي عندي منتظمه حصل على شكل. وبالمناسبة لو روح انت تدورت على الاشكال هذه وسألت ايش المعادلات الرياضية تبعتها هتلاقي المعادلات موجودة لهيك اشكال. طيب الفراكشن للفراكتلز اللي هي عبارة عن التأثيرات او اللي احنا بنسميها احيانا الجلد يا شباب او الملمس تبعت الصورة اللي موجودة عندها، بينما
لما انا بتكلم على اوبجكت، لما اصير اتكلم على اوبجكت في الثري دي بتكلم على عندي على او مجموعه من الاوجه ولا لا؟ يعني الان قبل شوي لما رسمنا المكعب كم وجه المكعب يا شباب؟ 6. حجر النرد 6، 6 اوجه المكعب له 6 اوجه. لو انا بدي اقول لك اعمل له روتيشن يا قاسم، بدنا نعمل روتيشن للمكعب، اي وجه اللي بده يبين حسب الاتجاه اللي انا بعمل فيه روتيشن. اذا انا مسكت المكعب من الجنبين وعملت روتيشن للامام، معناته انا بس عندي فرصة اني اشوف 4 اوجه، مزبوط؟ طيب لو مسكته من فوق وتحت وخليته يلف لليمين باتجاه عقارب الساعة او ضد عقارب الساعة بشوف كمان 4 اوجه، واذا مسكته من زاويتين صار بامكاني اشوف شوف الستة. انا مسكته من الزاويتين هيك وبدي الفه حسب الضبط انا من وين بانظر له بشوف 3، وبالتالي بتصير حسب الروتيشن. انت هاي تخيلوا، هاي مسكته من الزاوية هيك وبدي اعمل روتيت على فرض انه هذا هو المكعب، ايش انت قاعد بتشوف من زاويتك؟ تشوف 1، 2، 3، بتشوف الثلاثة التانيين هذولا بهاي. طيب انت تخيل انه في عندك اوبجكت بدك تعمل له روتيشن وفي كاميرا قاعدة بتتحرك في مقابل عملية الروتيشن، معناته انت بدك تضبط وتعرف من الوجه اللي بده يبين، تمام؟ وهذا حنشوفه ان شاء الله لاحقا. لما انا بتكلم على الاوبجكت بتكلم على الملمس، قديش ناعم او خشن، او قديش ممكن يكون فلافي او ممكن يكون فرو او ما شابه، اللي هي ايش خلينا نقول اي ملمس او اضافي بدي اضيفه على الشكل الموجود عندي هان، وبالتالي بصير بتكلم على مجموعه من العناصر الموجوده. خلينا نبدا مع البوليجونال شيبس. البوليجون بتشكل من chain of vertices، سلسله من النقاط، سلسله من النقاط، زي ما قبل شوي قلت لك انا 0 و0 0 و3 3 و0. لما ذكرت لك السلسله هذه هي عباره عن b1 وb2 وb3، وعاده لما عشان يصير هذا بوليجون شكل النقاط هذه انا بافترض انك انت حتوصل b1 مع b2، b2 مع b3 وb3 مع b1 عشان يصير في عندي انا بوليجون. بنفعش اروح اوصل انا b1 مع b2، هيها هي b1 b2 وهي b3 واسكت، لازم تكمل الشكل. ففي البوليجون انا قاعد بتكلم على chain of vertices، مجموعه من النقاط لازم تكون ايش مسكره، وفي عندي خيط او في عندي خط مستقيم، خط مستقيم بربط بين كل نقطتين متتاليتين، بربط كل نقطتين متتاليتين اللي احنا بنسميهم neighboring points، النقاط المتجاورات. الان يعني 1 مع 2 و2 مع 3، وبدك تسكر السلسلة 1 مع 3، يعني النقطة الأولى مع النقطة الأخيرة. وطبعا كل نقطة زي ما شفنا X و Y X و Y، وبالتالي بحصل على الشكل الموجود عندي. هاي مثلا ايش بنسمي الشكل هذا شباب؟ شبه منحرف، شبه منحرف. طيب الان في النقاط اللي موجودة عندي هان، سواء هذه او النقاط هذه، تخيل لو انا اجيت قلت لك بدي اطرح تمام من كل نقطة مقدار 2 units، سالب 2 سالب 2 سالب 2 و1 1 وسالب 2. الرسمة الجديدة هي عبارة عن ايش؟ مثلث، بس البوزيشن تبعه يعني وكأني بين قوسين ايش سويت للمثلث؟ عملت ازاحة للمثلث، مظبوط؟ طيب تخيل لو قلت لك انا بدي اضرب النقاط هذه في 2، بديش اطرح منها 2، بدي اضربها في 2، بعمل سكيلينج، اذا ضربتها في 2 بعمل تكبير، مظبوط؟ ولو ضربت في نص
بعمل تصغير، معناته الآن عملية الجمع أو الطرح تعمل إزاحة، وعملية الضرب تعمل سكيلينج، تكبير أو تصغير سكيل. وبالتالي أنا فعليا تعاملي مع الأشكال حيكون عبارة عن عملية رياضية بكل بساطة، إما بدي أضرب في القيمة اللي أنا بدي إياها. بس الشطارة شباب كمان مرة، لما أنا بدي أعمل سكيل أو بدي أعمل إزاحة بدها تكون الحسبة تبعتي مضمونة ومنطقية. فمش معقول أنا قاعد بقول لك بدي ترسم لي أو نعمل أنيميشن لسلحفاة تتحرك على الطاولة هذه، خلال ثانية السلحفاة واصل الباب، مش منطق ولا شو رأيكو؟ ممكن؟ إذا أنت نمت هنا على الطاولة ترميها رمي. كم واحد؟ يعني 500. ممتاز، يعني انت فعليا بدك تحرك لي بسرعة الرصاصة. بس انا ايش قاعدين يا شباب؟ احنا قاعدين بنتكلم انت بدك تشتغل شغلة منطقية. الان اذا اوكي والله هي اخذت وقتها وهي تمشي، معناته انت زي الارنب نمت على الطاولة هي تمشي وهي صحيت لبعض ما قلطت. لازم تكون رياليستيك ولا؟ حط ارنب وحط له قوقعة ظهره عشان نقول لانه شو اسمه ارنب متو ايش؟ طيب متسلحف. طيب لان اي شكل بيلزمنا، تمام، اي بوليجون بقدر احسب مساحته. احنا الان لو كان هاي عندي المستطيل المربع هذا او المستطيل سمي زي ما بدك، قلت لك احسب مساحته، في عندي قانون جاهز، طول الضلع في الضلع في نفسه لو كان مربع، لو كان مستطيل الطول في العرض، لو كان مثلث نصف القاعدة في الارتفاع، لو كان تمام. طيب شبه المنحرف تبع قبل شوية هذا، مجموع القاعدة بدك تشغل عليها انه ايه عبارة عن ايش؟ مثلث ومستطيل، مثلث ومستطيل فعليا، هيو صح. وبالتالي انا بقدر اتكلم انه هاي الارتفاع هذا يساوي هذا، وصار في عندي هذا بقدر ان اجيب الارتفاع مظبوط، وبقدر احسب المثلث مساحة المثلث ومساحة المستطيل واجيبه. لكن في عندنا شغلة عشان ما توهش في او ما ادخلش في متاهة. طيب لو كان الشكل سداسي، شو نساوي؟ كم مثلث؟ هاي ايش بسوي؟ هيك كل ضلع مع هاي، خلص هاي ثلاث مثلثات. غلط، هذا مش مثلث، هذا مش مثلث. ليش مش مثلث؟ لا بديش امحي. طيب يعني في الاخر بدك تسقط عمودين وتبدا ايش تعمل؟ هاي مستطيل وتعمل اربع مثلثات او مستطيل ومثلثين، مش قضيه ايش كان، بس في الاخر فعليا بدك تحطه قدامك وتجيب مسطره وقلم وتبدا ايش؟ قطع. بدون ما تقطع احنا في عندنا قانون سهل. هلا قلت بقول لك ايش هو القانون. النقاط المتسلسلة هيهم، النقطة الأولى بي واحد، بي اثنين، بي ثلاثة، بي أربعة، أو إن شئت بي صفر، بي واحد، بي اثنين، تفرق كتير معك؟ لا. مساحة البوليجون هي عبارة عن نص، وإحنا قلنا التسلسل مهم في النقاط. اكس الخاصه بي وزيرو مضروبه في، يعني بدك تعمل ضرب تبادلي، هاي اكس زيرو واي زيرو عشان اوضح لك اياها، اكس واحد واي واحد، اكس اثنين واي اثنين، اكس ثلاثه واي ثلاثه. والمطلوب الان عشان احسب البوليجون هذا، مساحه البوليجون، بدي اعمل ضرب تبادلي بين كل نقطتين متتاليتين، نص المساحة تساوي نص في اكس زيرو في واي واحد ناقص
واي زيرو في اكس واحد زائد خلصنا من هذه. الان اكس واحد اكس واحد في واي اثنين ناقص واي واحد في اكس اثنين زائد صعبة صعبة بتضلك ماشي فيها. طب لو كانت السلسلة هذه عفوا ست نقاط حتى لو كانت مليون طيب بتخلص بكرة. وليش احنا بنتعلم كمبيوتر يا حبيبي؟ وليش بنتعلم برمجة؟ عشان بدنا نقعد نحسب لحالنا؟ لا، عشان تيجي تستخدم البايثون على سبيل المثال وتقول انا بدي اعملها عملية هذه هي. باخذ اي باخذ نقطتين بمررهم للفانكشن وبقول له جيب لي اياهم، بالتالي بتصير اقل من ثانية بتكون عندك الفاليو موجودة. هيك هيك علمنا، هيك تخصصنا تبع الكمبيوتر. انت فعليا تنظر للمعادلة عنها ايش؟ بخلص بكرة ولا بعده لما بدأ لو بدي اشتغل انا فعليا. اه مظبوط كلامك وابصر كمان تمام. ان شاء الله بنخلص. اذا بتعرفش تستخدم الكالكوليتر مش هتخلص. كيف تخلص روحها؟ ها تخلص روحه اشي كامل تخلص روحه الان. طب اخر نقطة يا شباب، هذه هذه ايش بدك تساوي؟ بدك تفترض ان وراها مباشرة اكس زيرو واي زيرو، تعمل ضرب تبادلي ما بينهم. مش قلنا احنا الان عشان لازم تكمل السيركل تغلق الدائرة الموجودة وبالتالي ما تنساهاش. اخر نقطة حتكون اكس ثلاثة في واي زيرو ناقص واي ثلاثة في اكس زيرو، هذا المجموع نصه بكون احنا وحصلنا على مين؟ على المساحة. تعال نرجع نطبق اوكي ما الشكل موجود عندنا هان، او نطبقها على مساحة المطلة. هذا قديش يا شباب؟ 4.5 صح؟ الآن هيا احنا عندنا مثلث بوليجون، ولا شو رأيكم؟ بوليجون من ثلاث نقاط هيهم، بدي أطبق عليهم القانون هذا. المفروض يديني نفس المساحة، هاي الإحداثيات هذيك موجودة عندي، نص مضروب في صفر في صفر صفر في صفر ناقص صفر في ثلاثة زائد ثلاثة في ثلاثة ناقص صفر زائد صفر في صفر ناقص ليش تسعة؟ ثلاثة في ثلاثة ناقص صفر في صفر، ثلاثة في ثلاثة تسعة. الآن صفر في صفر ناقص صفر في ثلاثة أو ثلاثة في صفر الآن تساوي تسعة على اثنين أربعة ونص، وبالتالي أي بوليجون هتطبق عليه القانون هتحصل على النتيجة. البوليجون اللي رسمناه عندنا هيو هاي مجموعة النقاط وبده مساحته، هاي النقاط معطياتين عندك هتكون تساوي نص مضروبة واحد في واحد ناقص واحد في ثلاثة واحد ناقص ثلاثة زائد النقطة اللي بعديها ثلاثة في اثنين ستة ناقص ثلاثة في واحد ثلاثة زائد اللي بعدها ثلاثة في ثلاثة ناقص اثنين تسعة ناقص اثنين زائد الآن واحد في واحد ناقص واحد في ثلاثة ناقص ثلاثة. هاي النقاط الموجودة، مش صعب القانون.
اذا انت فهمت ترابط السلسله خط كل نقطه مع اللي وراها حتصل بكل بساطه. الان نص ناقص اثنين زائد ثلاثة زائد سبعة ناقص اثنين عشرة ناقص أربعة ستة، ستة على اثنين ساوي ثلاثة. تمام شباب؟ في أي سؤال شباب؟ السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، لو أنا مشيت مع النقاط بشكل عكسي، إحنا الآن افترضنا إنه النقاط نقطة صفر وواحد، واحد واثنين، اثنين وثلاثة، مظبوط؟ ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، خمسة وستة لحد أن، في الآخر جبت أن وصفر، مظبوط؟ لو أنا مشيت بالعكس، هتطلع القيمة سالبة. بس هل في اريا بالسالب؟ لا. هل في اريا بالسالب؟ لا. الان بما انه انا بتكلم على اريا معناته انا بتكلم على قيمة مطلقة، بس الاشارة السالبة هذه هي عبارة على indication او اشارة انك انت مشيت هي من النقطة الاولى هيها صح؟ وهيها مع النقطة الثانية ثلاثة واحد. لاحظ انا ماشي كيف شباب؟ هيك عكس؟ عكس. كاونتر كلوك وايز، عكس عقارب الساعة. لو مشيت مع عقارب الساعة بتحصل القيمة سالبة، ضد عقارب الساعة موجبة، مع عقارب الساعة سالبة. نعم. هلا انا مشيت انا مع عقارب الساعة طلعت سالبة. هيها ضد عقارب الساعة الحل هذا كانت ادتني ثلاثة. انا مشيت بالعكس الان مع عقارب الساعة نفس اتجاه عقارب الساعة طلعت معي القيمة سالبة. ايه؟ لا، اللي انا بدي اياك تفهمه انه لو انت وانت بتحسب طلعت معاك القيمة سالبة ما تخافش، خلاص انت شغلك غالبا صح اذا بتعمل اسوشيشن صح بين النقاط، لكن انت بتكون انت بديت باتجاه يعني هيك. لو انا اجيت حطيت لك الرسمه بدون ما اديك النقاط، هاي الرسمه وقلت لك هات احسب لي الايريا تبعتها، تمام؟ رحت انت هيك قلت هاي واحد، رحت منها واحد في ثلاثة ناقص واحد في واحد، حرام عليك، زائد الان بين هدول التنتين واحد في اثنين ناقص ثلاثة في ثلاثة تسعة، زائد هدول النقطتين ثلاثة في واحد ناقص ستة. الآن انت فعليا قاعد بتمشي مع عقارب الساعة، تمام؟ حتطلع سالبة. مع عقارب الساعة قيمة سالبة شباب. نعم. لما طلعت موجبة معك ثلاثة، لو طلعت سالبة برضو سالب ثلاثة. طيب الشكل هو نفسه ما تغيرتش مساحته، نفس القيمة. تمام. هل هذا الكلام ينطبق على اي شكل؟ على اي بوليجون؟ اكيد هذا الكلام لاي بوليجون يا شباب، ما فيش مشكله عندك فيه. نعم. لو ايش؟ مكانش في الربع الاول، في الربع الثاني المساحه موجبه يا صاحبي باستمرار. المساحه زميلنا بيقول كالتالي يا شباب، لو كان المثلث هذا هام سالب واحد وسالب واحد سالب واحد وثلاثة، مو سالب واحد وسالب في سالب واحد موجب واحد، ما حتروح الإشارات مع بعضها يا صاحبي. غير يا شباب. نعم. نفس المنطق، نفس المنطق. انت الان اللي فرقت معاك ترتيب النقاط هيو واحد وواحد، ثلاثة وواحد، ثلاثة واثنين، واحد وثلاثة، تمام؟ هذا الترتيب ضد عقارب الساعة هيو بتطلع بديك اشارة موجبة. لو الترتيب كان اللي عندك واحد وثلاثة
هيك 3 و 2 3 و 1 1 و 1 انت بديت من وين؟ تعال شوف هاي النقاط 1 و 3 هيها مظبوط؟ وبديت تروح هيك الان انت بتلف مع عقارب الساعة فحتديك المساحة سالبة المساحة بس انك انت الاشارة على الدلالة على انك مشيت مع او ضد عقارب الساعة مش اكثر الله يعطيكم العافية شباب موفقين ان شاء الله